السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله رحنا دايرين التحضيرات ديال العيد الكبير. اول مره كتجي عندي الوالده وكتدوز معايا العيد من بعد هاد السنين كامله. ديما كانت كتجي عندي ولكن كتجلس غير شهر ولا هكا وكتمشي بحالها. فدابا هاد العام غادي تدوز معنا العيد الكبير، فقلت نفرح بها شويه وندير لها خاطرها ونحني ليها، هي عزيزه عليها الحنه. وجمعت صحاباتي وغادي نديروا واحد ان شاء الله واحد العشيه مع بعضياتنا. وانا يا فاطمه جات صاحبتي حتى هي مش غادي تتغدى معايا. فاطمه عزيزه عليها الدجاج محمر، كتاكد عليا ديري لي الدجاج محمر، ديري لي الدجاج محمر. فانا وجدت الدجاج محمر، انتما كتشوفوا الضغميره ها هي، تشوفوا كي جات، راه جات خاطره وجات معلكه. دابا انا غادي نتعرض لفاطمه، راها قريبه تجي، غادي نمشي نوجد ليها ندير لها التمر والحليب نعرضوا ليها، ومن بعد انتم معايا غادي تشاهدوا كل شيء ان شاء الله. فاطمه طالعه هي. مرحبا. سلام. سلام. هاي 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 هاي، انا شفتها اللعيبه فرحت بها. شكرا الزين ديالي، ياخذي بنات التمر والحليب وعطيناهم ها هي فينا. مرحبا. زينة، شكرا، ربي يخليك، الله يكبر بك. شكرا. فاطمة طالعة. اه يا زهري. دخلي فاطمة. سلام. لاباس؟ لاباس. شفتي وشي يا اختي لعيبة شحال مزيونة. واعرة. فاطمة تاهي تشرب حليب التمر، ما تكثريش يا فاطمة عشوية. بصحتكم. شكرا ربي يخليك ويبارك سميرة. دخلوا دخلوا مرحبا. سامية جات. يا رسول الله. إلاش جاهلة جات سيدنا محمد. الله يبارك فيك. هودا ها هودا صاحبتي. زيدي شي هودا نورا لي. حنا المعروضين اللي كيجيو كنقدموا لهم التمر والحليب من الاول. مرحبا بك هودا. دخلي. انا وجدت الدجاج محمر وزوقته بشويه الزيتون الحامض مصير والبيض السمان. المهم دابا غادي نمشيو نتغداو وانتم معايا. ها الغديوه ديالنا. ايوا لالا فاطمه راه خدامه تكرافي. قبلوا علينا والخير في ديوركم ومرحبا بكم. ربي يخلينا وتسهل لنا كل عندنا. مرحبا بكم. ربي يخليك اخالتي بنتي وصاحبه بنتي بحال خواتك. ربي يخليك، ربي يخليك اخالتي. الله يلا مهالية فينا سميره، فينا عندها واحد الدجاج محمر الحيط. ما نقول لكم شوفوا لا ضغميره، شوفوا شوفوا ما شاهيناكم حقكم في الجنه. دراجه فاطمه. Thank you.
كتباني. انا هي كت راه فرحانه ناشطه راه كنحنيو ليها. كملتي الرجل الاخرى واقيله ياكي. السلام عليكم دايرين لاباس عليكم مبروك عواشكم تعيدوا وتعاودوا الله يسهل عليكم والله يحيد علينا هذا الحجر الصحي والله يسهل عليكم وبنياتي فرحانين بكاع وصحابات بنتي وشكرا لهم نشكرهم الشكر كبير والله يعطيهم صحيحتهم والجهنة ثاني زوين مع العائلة مع الشباب مع صحابات بنتي كلشي كنعطيه التحية والشكر وتنسلم على خواتاتي في المغرب الوالدة بنات اختي اللي في فرنسا واللي في المغرب وكلشي العائلة صحاباتي كلشي كنسلم عليهم توحشتهم بزاف الله يسهل عليكم الله يحيد علينا هذا الوباء والله كل من تيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه امين لا هنا ولا بعيد ولا قريب ولا في اوروبا ولا في المغرب ولا كل شيء امين كنشكر كل من تيشاهدنا وكل من تيتابعنا كنشكرهم بزاف ما نساوش دعمونا ضروري ديروا امبول ابوني دعمونا لايك ديروا لايك ضروري وعيدكم مبارك سعيد مبارك سعيد ساميه تهضر مع مالي الدار ساميه صاحبتي ها هي السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى هاد الامسيه هادي تدوز بخير وعلى خير وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد على الكل وتكمل الفرحه الحاجه ان شاء الله وطول العمر وكنهني عائلتي كلها اللي في اكادير وبالخصوص امي فاطمه لطيفه ايمان سوسو احمد ياسين لطيفه وكنتمنى لهم عيد مبارك سعيد وعائلتي كلهم والذكرى ديالهم ختمها الخميس ان شاء الله الله يرحمه والله يجعل جنات الفردوس وجميع امين يا رب امين جميل وكنسلم على اختي اللي في سويسرا سعاد وغزلان ووليداتهم وكنتمنى لهم عيد مبارك سعيد وطول العمر الجميع امين يا رب امين السلام عليكم ها هي كت نشوف الحنة مي قلبي لتحت يدك لتحت ها زوينة شوف رجليك ها ايوا لالا بصحتك ونقص انا عليها وهي باقي تبارك الله زادت كنقول لها فين كاينه قالت لها مشيت في شي بلاصه فين لا مشيت في واحد البلاصه والله هذاك القاع في الدار واصل قسم لك بالله النقص عندها زوين وصلت لي هنا لا اختي اللي في سويسرا قسم بالله هنا وصلت دابا هذه اللي عندها 1.58 خصها تكون البوا ديالها هي 58 كيلو تولي فهمتك العاشق سيدنا محمد صليو عليه ام تربح ام صلى على رسول الله ها جوم عليك خالتي المهم هذا هو الكوتي ديالنا اللي وجدنا ان شاء الله انتم كتشوفوا الطويله ديالنا اللي وجدت لصحاباتي
المهم اللي بغى قهيوه اتاي. راه ماما راه كملت الحنه بصحتك. امين. فاطمه وساليه وصحابات كلشي كنشكرهم بزاف، جاو ورحبوا بينا وضحكوا معنا وفوجنا اليوم دوزنا الهاجر سويدين، شكرا لهم بزاف بزاف ايه. واش شتي باش ما تقوليش حنايا زعما هنا في الغربه راه دايز علينا، راه كلشي الخير موجود. هانشي الحنه كي جات زوين حطي لتحت سيدي ديري هاك هاك زوين. طور يديك هاك رجليك زوينين. تعرف تحني اللي بغا ينقش يغوت ليها. التليفون عندنا. نخلي التليفون ديالها في الصندوق الوصف. سامية مرحبا بك. ربي يخليك وشكرا على هاد الجهه هذيك، اشكر فيكم فيها بزاف. تبارك الله عليكم. مرحبا بك. يعني ما عندك غادي نرضى عليك يعني. مرحبا بك تستاهلي كثر والله. امين 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 اختي. الفاتحه ضروري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم انتم كتشوفوا دابا الطبيله ديالنا وجدنا. المهم دابا غنبداو ان شاء الله ناكلو. المهم انتم معايا حتى الاخر نسالي وان شاء الله صحتك امين. فاطمه ستك شتك سكتتك الحجره البنات. انا رجعت لكم كما كتشوفوا الصالون خوا، البنات كلهم صحاباتي مشاو بحالهم، مساكن كلهم فرحوا بالوالده وكبروا بها، الله يكبر بهم. كنقول لهم شكرا جزيلا من هذا المنبر، شكرا لهم كاملين وحده وحده. ديما تبارك الله كيوقفوا معايا كنوقفوا مع بعضياتنا، الله يكبر بهم. وانا كنت باغا نشارك معكم هاد الامسيه هذه، فرحنا بالوالده وكنا باغا نغيروا لها النفسيه ديالها، توحشات المغرب توحشات الوالده ديالها وخواتاتها، وفريمون حتى هي تغيرات النفسيه ديالها وفرحات بزاف بهذه المفاجاه ما كانتش متوقعاها، وفرحنا بها حتى حنا اول مره كدوز العيد معنا هنايا، عجبها الحال بزاف. وكنت باغا نشارك معكم هذا الفيديو وتشوفوا هنا التحضيرات وكيفاش دوزنا هاد العشيه، كنتمنىها انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وكانت خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم كاملين على الدعم وعلى لي لايك، وان شاء الله مازال جديد ومازال بزاف د الحوايج غادي نشاركهم معكم وعواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه ويحقق لكل واحد امنيته يا ربي. واهم شيء في الدنيا هي الصحه، هي الصحه هي الصحه كنقولها، ودائما اي حاجه نقدروا نحققوها من دام تكون عندنا صحتنا. المهم كنتمنى لكل واحد
منكم ربي يحقق له كل ما كيتمنى. وشكرا لكم كاملين، وان شاء الله الى الفيديو القادم كما قلت لكم. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.